سوف نبقى مع أعمال قمة المعرفة 2017 والتي تتواصل في دبي لليوم الثاني والأخير. يتخلل اليوم الثاني للقمة عدد من الحلقات الحوارية والنقاشات بشأن الابتكار والإبداع وتطوير المؤسسات التعليمية والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات. ووزعت مؤسسة محمد بن راشد المكتوم جائزة المعرفة بعد إعلان أسماء الفائزين، وهم من مؤسسة مسك الخيرية من المملكة العربية السعودية المعنية بتطوير المؤسسات التعليمية والبحث العلمي، وهيروشي كوميديا من اليابان، وويندي كوب مديرة مؤسسة التعليم للجميع. إذن في قمة المعرفة 2017 هنا في دبي معنا هاني تركي مدير مشروع المعرفة العربي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كيف ينسجم المشروع الذي أطلقتموه هنا، مشروع مؤشر المعرفة العالمي، مع هدف هذه القمة في دبي؟ قمة المعرفة من أهم الأحداث المعرفية على مستوى العالم الآن. في سنوات قليلة جداً أصبحت الحدث الذي ينتظر كل الأكاديميين والخبراء والمختصين عن المعرفة في العالم كله. إحنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم كل عام بنطلق مبادرة جديدة. العام بيمثل السنة العاشرة في الشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد المكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فكرنا في العام الماضي إن إحنا كيف نطلق حدث بأهمية العشر سنوات ويكون ختام لعشر سنوات ناجحة جداً، وفي نفس الوقت يتماشى مع حدث قمة المعرفة. أطلقنا العام الماضي مبادرة مؤشر المعرفة العالمي. مبادرة مؤشر المعرفة العالمي هو مؤشر بيضم تقريبا كل دول العالم لقياس المعرفة في خلال سبع قطاعات أو من خلال سبع قطاعات، هي التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، التعليم التقني، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد، البحث والتطوير والابتكار، وأخيرا البيئات التمكينية. لم يأتي هذا العمل من فراغ، احنا بدأنا من عام 2015 بنطلق مؤشر المعرفة العربي، وأطلقنا النسخة الثانية في 2016 برضه مؤشر المعرفة العربي العام 2016. كان عندنا الخبرة اللي نقدر بيها نطور المؤشر ليصبح مؤشر معرفة عالمي. بدأنا المؤشر ب 195 دولة، انتهينا ب 131 دولة وفقا للقواعد الإحصائية الصارمة اللي احنا حطيناها، بحيث تطلع نتائج فعلا معبرة عن الوضع المعرفي في كل قطاع وفي كل دولة. هذه النتائج التي تنشر لمن تتوجه؟ هل تتوجه للأكاديميين؟ هل تتوجه لأصحاب الاختصاص؟ للطلاب؟ للعامة الناس؟ من يمكن أن يطلع عليها وكيف؟ كان الهدف لنا أن المؤشر يكون بسيط ويقدر يستفيد منه جميع الفئات المعنية. على سبيل المثال صناع القرار عندهم البيانات بوضوح، نقاط القوة والضعف اللي يقدروا من خلالها أن هم يقدروا يعملوا خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل في بعض القطاعات. على سبيل المثال في بعض الدول يوجد لديها ضعف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن لديها قوة في قطاع التعليم قبل الجامعي، فبالتالي تقدر أنها توجه استثماراتها وخبراءها في هذا المجال. أيضا وضعنا للطلاب والأكاديميين ومراكز البحث، لأن احنا حابين أن الطلاب والأكاديميين ومراكز البحث يشاركوا في الأبحاث، يقدروا هم من خلال أبحاثهم أن هم يوصلوا لحلول، ما تبقاش الحلول جاية فقط من صناع القرار. المؤشر عند إطلاقه رعينا كل هذا في النسخة اللي موجودة دلوقتي وموجودة أونلاين برضو على موقع knowledgeforall.com. احنا بنحاول نوصل المعلومة ببساطة وسهولة. على سبيل المثال أنت لو باحث أو طالب في الجامعة عندك البيان، عندك الرقم، عندك المصدر بتاع الرقم، عندك تعريف المتغير، فتقدر أنت تعمل علاقات ما بين المتغيرات، تقدر توصل لنقاط القوة والضعف، تقدر تعمل حتى تستفاد فيه بأبحاثك سواء كان طالب أو أكاديمي أو مراكز أبحاث. هل يمكن الحديث عن نتائج بالنسبة مع هذا المؤشر؟ هل لديك بعض النتائج؟ هل يمكن أن تعطينا فكرة عن النتائج؟ يعني لنبسط الأمور أكثر للمشاهد. النتائج جت وعلى نفس اتساق المؤشرات الدولية، جاءت سويسرا في المركز الأول على مؤشر المعرفة، تليها سنغافورة وفنلندا والسويد وهولندا. كانت أفضل نتيجة عربية هي دولة الإمارات. الإمارات حققت مركز أنا بعتبره مركز رائع، إنها حققت المركز 25 عالميا في مؤشر المعرفة، وده إنجاز لدولة الإمارات، وأيضا حققت إنجاز عالمي، يمكن أول دولة على مستوى المنطقة العربية تحققه على مستوى العالم، إن الإمارات حققت المركز الثاني على مؤشر الاقتصاد، هي مركز ثاني بعد سنغافورة. وده بيدي مؤشر إن في استخدام رشيد للموارد،
بيدي برضو مؤشر آخر إن الدولة لديها القابلية للتطوير في القطاعات الأخرى. على سبيل المثال الإمارات في التعليم قبل الجامعي المركز 16، وده بيدي برضو في العالم، على العالم أنا بتكلم على مستوى العالم، ده بيدي انطباع أو مؤشر إن في تطوير هيحصل. ممكن العام القادم نلاقي بالقفزات المذهلة بتحصل في دولة الإمارات، ممكن نلاقي إن النتائج بتتحسن أحسن من كده. في بعض القطاعات محتاجة تحسين، وده اللي إحنا بنقوله إن صانع القرار الأكاديميين يقدروا يشوفوا فين النقاط القوية في كل دولة، ويقدروا يشوفوا النقاط اللي محتاجة إنها يتم دراستها أو محتاجة إنها تبقى أقوى من كده، فعندهم القدرة دلوقتي من خلال المؤشر إن هم يروحوا على نقاط ضعف ويعالجوها بسرعة. دعني أختم بهذا السؤال، كيف ينسجم هذا المشروع مع هدف هذه القمة، وهو يعني بعيد النظر والرؤية إلى ربما الثورة الصناعية الجديدة، الثورة الرقمية كما سميت هنا؟ الثورة الصناعية الرابعة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائمة على تعليم جيد للأفراد، قائمة على قدرة أو الربط ما بين التعليم وسوق العمل، قائمة على بيئات تستطيع أن تستوعب التطور التكنولوجي اللي موجود. كل ده احنا أخذناه في الاعتبار في المؤشر بتاعنا. احنا ربطنا ما بين السبع قطاعات دول اللي احنا شايفين ان هم من خلالهم لو قدرت الدولة انها تعمل تفاعل جيد ما بينهم، ان يخلق لنا شاب خريج تعليم قادر على التعامل مع التكنولوجيا بصورة جيدة، رقم واحد. رقم اثنين، قادر على تطوير نفسه وبالتالي مواكبة التطور اللي هيحصل في جميع المجالات بسبب التطور اللي بيحدث في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هاني تركي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات. شكرا لك. من أهم وأبرز ما يتم انتظاره على مدار العام اليوم تنظيم قمة المعرفة لسبب بسيط جدا. عشنا لفترة معينة تجاوزت الست أو سبع سنوات نعيش على أرقام ودراسات خاطئة فيما يتعلق بمؤشر القراءة على سبيل المثال. اليوم طبعا قامت بتعديل لذلك مؤسسة محمد بن راشد طبعا، وعن طريق طبعا انعقاد قمة المعرفة في كل عام منذ أعوام قليلة، وكنا نغطيها ونقل نقلا دائما عن كل تفاصيلها. اليوم ميشيل فباتت هي الحجر الأساسي الذي يرسم مخطط لمؤشرات المعرفة في العالم العربي، حتى اقتصاد المعرفة أيضا. صحيح هذا المفهوم المهم الآن.